بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي طلاب الفصل الثاني شعبة المحاسبة والإدارة، سوف نتحدث اليوم في مادة محاسبة شركات الأموال الفصل الخامس. الفصل الخامس والذي يتحدث عن القوائم المالية في الشركات المساهمة. القوائم المالية في الشركات المساهمة تمثل مخرجات المحاسبة المالية في الشركات المساهمة، والتي تتمثل في قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التدفقات النقدية. فسوف نتناول من خلال التعريف المبسط، سوف نتناولها من خلال تعريف القوائم المالية بشكل مبسط، لأنها سوف يتم تناولها في نهاية الكتاب إذا كان هناك وقت أو حسب الظروف، لأن هذه القوائم، قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قد تم دراستها بشكل مفصل في محاسبة مالية، ده خاص بالمنشآت الفردية، ولكن هنا نتناولها في محاسبة الشركات. فأولا بالنسبة لقائمة المركز المالي، بنتناول القوائم. أولا قائمة المركز المالي، قائمة المركز المالي هي قائمة تبين المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد، يعني هي عبارة عن قائمة أو كشف بأصول وخصوم المنشأة في تاريخ محدد، يعني مثلا تاريخ نهاية السنة المالية 31/12، في نهاية أي فترة مالية، نصف السنة في 30/6، في ربع السنة، يبقى لابد القائمة، قائمة المركز المالي بالتحديد لابد أن يكون لها تاريخ محدد. ليه لابد يكون لها تاريخ محدد؟ لأن أي تعديلات أو أي تغيرات بالزيادة أو النقص في الأصول أو الخصوم، يعني أي عملية مالية بتقوم بها المنشأة بيترتب عليها تعديلات بالزيادة أو النقص في الأصول أو الخصوم، وبالتالي ما ينفعش أقول الميزانية عن سنة أو الميزانية عن شهر، لا، الميزانية بالذات لابد أن يكون لها تاريخ محدد. ليه؟ لأن أي عملية مالية تؤثر بالزيادة أو النقص على الأصول أو الخصوم، ثم يعود الميزانية توازنها. والبعض بيشبهها بشكل جميل، بيقول إنها أشبه بلقطة فوتوغرافية للمنشأة. يعني لو تخيلت كده، أنت خدت لقطة فوتوغرافية لأي شخص، وبعدها بثواني جيت تاخد لقطة تانية، مستحيل اللقطتين يبقوا متطابقتين، لابد أن يكونوا مختلفين. وبالتالي إحنا بنأكد على إن قائمة المركز المالي لابد أن يكون لها تاريخ محدد، وهي عبارة عن كشف بأصول وخصوم المنشأة في تاريخ محدد. وهنا إحنا بنبدأ في الفصل من صفحة 85، في صفحة 87 و88 وما بعدها بنلاقي نموذج للميزانية في شكل تقرير وليست على شكل حرف تي، في شكل ايه؟ تقرير، لان من خلالها زي ما هو مثلا واضح قدامي كده بنقدر نصل الى رأس المال العامل. رأس المال العامل اللي هو الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. طيب القائمة الثانية، القائمة الثانية
وهي قائمة الدخل. إيه هي قائمة الدخل؟ وهي قائمة بتحتوي على الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالنشاط العادي، سواء كان نشاط تجاري أو نشاط صناعي حسب طبيعة نشاط المنشأة. بالإضافة لكده أيضا الأرباح أو الخسائر غير العادية، الأرباح أو الخسائر غير العادية، وأي تعديلات متعلقة بالسنوات السابقة بتعالج ضمن بنود الدخل. يبقى دي القائمة الدخل بتحتوي على، يعني هنا بنطبق مبدأ المقابلة، المقابلة بين المصروفات والإيرادات، إيرادات ومصروفات المنشأة، سواء كانت متعلقة بالنشاط العادي أو متعلقة بالنشاط غير العادي للمنشأة، الأرباح والخسائر غير العادية بالنسبة للمنشأة. طيب هذه القائمة أيضا الهدف منها إيه؟ إنها بتزود مستخدمي القوائم المالية بمعلومات عن مدى قدرة المنشأة على تحقيق الأرباح، لأن صافي الربح ده مؤشر هام جدا للحكم على أي منشأة. صافي أرباح اللي هي بتظهر عندي في قائمة الدخل من المؤشرات الهامة التي من خلالها بنحكم على أي شركة، الشركة ديت قوية، شركة ضعيفة، شركة قادرة على تحقيق الأرباح، الأرباح ديت قادرة على تغطية التكاليف وتوزيع أرباحها على المساهمين. يبقى دي القائمة الثانية، نموذج القائمة في صفحة 89 و90. يبقى بيبقى عندي الأول الإيرادات مخصوما منها التكاليف المتعلقة بالنشاط العادي للمنشأة، ثم يأتي بعد ذلك إيرادات وأرباح أخرى أو إيرادات غير متعلقة بالنشاط الجاري، يعني أرباح وخسائر غير عادية، يعني إيرادات أو متعلقة إيرادات وتكاليف متعلقة بالنشاط غير العادي للمنشأة، وفي النهاية بنصل لصافي الربح أو صافي الخسارة. القائمة الثالثة قائمة الأرباح المحتجزة، وهي أيضا من إحدى القوائم المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية. وقائمة الأرباح المحتجزة دي يعني تعتبر حلقة الوصل، تعتبر حلقة الوصل بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، تعتبر حلقة الوصل بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. يعني إيه حلقة الوصل؟ يعني بنسجل فيها صافي الربح أو الخسارة اللي جاي لي من قائمة الدخل، بناخد أهو صافي الربح اللي جاي لي من قائمة الدخل أو الخسارة بنسجله في قائمة الأرباح المحتجزة. نيجي نجمع عليه الأرباح أو الخسائر المرحلة، ولو في احتياطيات محولة أيضا بنجمعها عليه. وفي النهاية بنصل لصافي الأرباح المحتجزة. الأرباح المحتجزة ديت هي ديت اللي بتظهر عندي في قائمة المركز المالي. يبقى ده المعنى اللي احنا بنقول انها حلقة وصل بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. يعني بناخد صافي الربح أو الخسارة اللي احنا بنصل له في قائمة الدخل، بتبتدي به قائمة الأرباح المحتجزة، وبعد ما بنضيف له الأرباح والخسائر المرحلة أو لو في احتياطيات محولة، بعد المعالجات ديت بنصل لمبلغ الأرباح المحتجزة.
المبلغ ده هو ده اللي بيظهر عندي في قائمة المركز المالي، يبقى ده معنى انها حلقة الوصل. طيب عندنا القائمة الرابعة وهنقولها بسرعة، اللي هي قائمة التدفق النقدي او التدفقات النقدية. قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التدفقات النقدية اللي هي بتهتم بدراسة المركز، دراسة المركز المالي أو النقدي، بتهتم بدراسة المركز النقدي للمنشأة خلال فترة زمنية معينة، يعني دراسة حركة المقبوضات والمدفوعات وتأثيرها على رصيد النقدي، يعني التدفق النقدي الداخل اللي هي المقبوضات والتدفق النقدي الخارجي. وقائمة التدفقات النقدية ديت يعني احنا هنقتصر على تعريفها فقط لأن بناخدها بالتفصيل في مادة المحاسبة الإدارية في السنة الرابعة، سواء شعبة محاسبة أو سواء شعبة إدارة، بيتم دراسة قائمة التدفق النقدي كأسلوب من أساليب المحاسبة الإدارية بشكل متوسع. يبقى ديت الأربع قوائم اللي هي متعلقة بالشركات المساهمة. في قوائم تانية بس احنا بنركز على الأربع قوائم دول، ونتناول الأربع قوائم دول على أن يتم تناول باقي القوائم في مناهج أخرى. طيب احنا دلوقتي بنصل في قائمة الدخل إلى صافي الربح. صافي الربح ده بنقسمه لحاجتين، أرباح محتجزة وأرباح غير محتجزة، أرباح محتجزة وأرباح غير محتجزة. طيب يعني ايه ارباح محتجزه؟ الارباح المحتجزه ديت بيبقى اذا بنقول صافي الربح اللي موجود اللي بنصل له في قائمه الدخل ممكن نقسمه لقسمين، ارباح محتجزه وارباح قابله للتوزيع او بين قوسين ارباح غير محتجزه. هنشوف الكلام ده في صفحه 92 من الكتاب. الارباح المحتجزه يعني ممكن تبقى في شكل احتياطيات، في شكل احتياطيات، والاحتياطيات بتختلف بناء على قد تكون احتياطيات وفقا لمتطلبات قانون الشركات، او قد تكون احتياطيات وفقا لنصوص القانون النظامي للشركة، او قد تكون احتياطيات بهدف دعم المركز المالي للشركة بناء على رغبة الجمعية العمومية للمساهمين. يبقى إذن وفقا ل بناء يعني هذه الاحتياطيات من أمثلة لها، الاحتياط القانوني، الاحتياط النظامي، الاحتياط الاختياري. يبقى أمثلة للاحتياطات اللي احنا قلناها سواء الاحتياط القانوني إما تكون بحكم القانون أو وفقا لنصوص النظام القانون النظامي أو بناء على رغبة أو اقتراح الجمعية العمومية للمساهمين. يبقى إذا هنشوف الاحتياطيات دي كده، أولا الاحتياط القانوني اللي هو القانون بيلزم الشركة المساهمة بتكوين احتياطي قانوني من صافي الربح. طب الهدف منه إيه؟ دعم المركز المالي للمنشأة. يبقى قانون الشركات بيلزم الشركات المساهمة بحجز نسبة من صافي الربح بهدف دعم المركز المالي للمنشأة. وهنشوف الكلام ده الوقت في مشروع توزيع الأرباح والخسائر، إن القانون بيتطلب، قانون الشركات بيتطلب أن تكون نسبة الاحتياط القانوني 5%
من صافي أو ربح. طيب الاحتياط النظامي، الاحتياط النظامي ده بيتم خصمه وفقا للقانون النظامي للشركة، بيتم خصم الاحتياطي النظامي وفقا للقانون النظامي للشركة. والقانون النظامي للشركة بيحدد الاحتياط النظامي ده، والنسبة بتاعته بتختلف من شركة لأخرى، يعني ليست محددة زي المحددة في قانون الشركات 5% اللي هو الاحتياط القانوني اللي هو احنا لسه متكلمين عنه. الاحتياط النظامي بيحدد في النظام الايه الاساسي للشركة، قد يكون 10%، قد يكون اقل، قد يكون. يبقى القانون النظامي للشركة هو اللي بيحدد نسبة الاحتياطي النظامي. ومن أمثلة الاحتياطي النظامي احتياطي استهلاك سندات، احتياطي استهلاك سندات، واحتياطي ارتفاع أسعار أصول. يعني عندي حاجتين مثالين اهو قدام في الكتاب في صفحة 93. احتياطي استهلاك سندات واحتياطي ارتفاع أسعار أصول. طيب الاحتياطي الثاني بقى الثالث، يبقى احنا تناولنا الاحتياطي القانوني، الاحتياطي النظامي، الاحتياطي الاختياري. ما احنا قلنا فيها الاحتياطيات ثلاث انواع وفقا لقانون الشركات او وفقا للنظام الاساسي للشركه او بناء على رأي أو اقتراح من الجمعية العمومية للمساهمين. فالاحتياط الثالث هو الاحتياط الاختياري، ده بيكون بناء على رأي الجمعية العمومية للمساهمين بناء على قرار مجلس الإدارة. بناء على قرار مجلس الإدارة. زي إيه؟ زي احتياطي تعويضات قانونية. احتياطي تعويضات قانونية أو قضائية. أو احتياط ضرائب متنازع عليها، يعني في ضرائب متنازع عليها بين الشركة ومصلحة الضرائب لكن مش عارفين، فبنكون احتياطي لمواجهة هذه الضرائب، احتياطي ضرائب متنازع عليها. يبقى ده اللي احنا بنقول صافي الربح بيقسم لنوعين من الأرباح، أرباح قابلة للتوزيع. أرباح النوع الأولاني أرباح محترزة، والثاني أرباح قابلة للتوزيع. الأرباح المحترزة بتبقى في شكل احتياطيات، احتياطي قانوني، احتياطي نظامي، احتياطي اختياري. النوع الثاني من الأرباح تسمى الأرباح القابلة للتوزيع، وهي الأرباح القابلة للتوزيع. والأرباح القابلة للتوزيع بعد تجنيب الاحتياطيات القانونية والنظامية والاختيارية والتي أشارت إليها المواد 192 و193 من اللائحة التنفيذية، وبناء على رأي الجمعية العامة للمساهمين أو وفقا لنظام الشركة. بين قواعد توزيع الأرباح هنقولها بإيجاز، هنتناولها بالتفصيل في حالا يعني بعد دقايق، بس لأن هنا هنقولها هنا هي مش هتبقى واضحة أوي. يعني هو بيقول لي إيه؟ أول حاجة عندي واحد ألا يقل نصيب العاملين في الشركة التي تقرر توزيعها نقدا عن 10%، ويشترط ألا يزيد هذا النصيب عن مجموع الأجور. يبقى إذا نصيب العاملين ما يقلش عن 10% من صافي الربح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية. يبقى دي واحد. اثنين، إذا كان في زيادة في نصيب العاملين على 10%
تجنب هذه الزيادة في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين. يعني لو جينا نحسب 10% دي، أو إذا يعني العاملين هياخدوا أكثر من 10%، يبقى في الحالة ديت هما هياخدوا 10% والزيادة عن 10% تجنب في حساب خاص يستثمر لصالح العاملين. النقطة الثالثة، مكافأة مجلس الإدارة لا يجوز أنها تزيد عن 10% من الأرباح التي يتقرر توزيعها. وذلك بعد إيه؟ بعد توزيع 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين. يبقى دي مكافأة مجلس الإدارة. طيب نقطة أربعة، في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد عن 10% من الأرباح القابلة للتوزيع. طيب ديت هنيجي نشوفها بقى إيه بشكل أوضح، هنشوفها بشكل أوضح شوية. نشوفها إزاي؟ عندي أهو في الواقع العملي بقى بنطبق عملي مشروع توزيع الأرباح والخسائر. مشروع توزيع الأرباح والخسائر، أدا صافي الربح أهو، صافي الربح اللي إحنا خدناه من قائمة الدخل، صافي الربح اللي إحنا خدناه من قائمة الدخل. يبقى بجيبه أحطه صافي الربح من قائمة الدخل، نحطه أهو عشان نشوف هيتوزع إزاي. نيجي نقول يخصم منه، هيتخصم منه بقى إيه؟ حاجتين. الأول 5% احتياطي قانوني من صافي الربح، يعني لو عندي صافي ربح للتبسيط 1000 جنيه، يبقى 1000 في 5، أضرب 1000 في 5 يعطيني الاحتياطي القانوني. طيب الاحتياطي النظامي من صافي الربح، واحنا لسه قايلين دلوقتي الاحتياطي النظامي بيكون حسب القانون النظامي للشركة، حسب النظام الأساسي للشركة. نفترض انه 10%، نفترض ان هو 10%، يبقى اذا يعني 10% من صافي الربح، يعني باجي اضرب صافي الربح في 10%، يبقى 1000 في 10% هيعطيني الاحتياطي النظامي. طيب نجمع الاحتياطي القانوني زائد الاحتياطي النظامي هيعطيني مجموع اللي احنا عاملينه بالاحمر. نجمع الاحتياطي القانوني زائد الاحتياطي النظامي هيعطيني مجموع، هذا المجموع نطرحه من صافي الربح. مجموع الاحتياطي القانوني والنظامي نطرحه من صافي الربح هيعطيني الباقي. ناخد بالنا من الكلام، هيعطيني الباقي. طيب نيجي نشوف بعد كده بقى نعمل ايه الباقي ده. يبقى نيجي نقسم 5% من رأس المال المدفوع، ناخد بالنا يبقى 5% دي مش هضربها في صافي الدخل ولا صافي الربح، امال هضربها في ايه؟ 5% من رأس المال المدفوع. يبقى اشوف رأس المال المدفوع عندي اضربه في 5%، يبقى من تاني 5% دي اللي هي تمثل توزيع اول على العاملين والمساهمين، اللي هي توزيع اول على العاملين والمساهمين 5% دي نحسبها ازاي؟ 5% دي بتتحسب من رأس المال المدفوع، يعني نشوف رأس المال المدفوع عندي كام اضربه في 5% يعطيني التوزيع الأول ده، يعطيني التوزيع الأول. طيب التوزيع الأول ده 5% دي اللي أنا وصلت ده من رأس المال المدفوع، هيبقى 90% منها للمساهمين و10% للعاملين، 90% للمساهمين و10% للعاملين.
طيب ال5% ديت اجي اطرحها من الباقي، اجي اطرحها من الباقي اللي هي بالاحمر دي اهي، 5% اجي اطرحها من الباقي اللي فوق، الباقي من صرف الدخل اللي فوق فيعطيني الباقي. يبقى ده الباقي اللي تحت ده بعد خصم 5% من رأس المال المدفوع، اللي هي تمثل توزيع أول على العاملين، اللي هي 90% المساهمين على العاملين والمساهمين، 90% المساهمين و10% للعاملين. يبقى بنطرح بيعطيني الباقي. طيب يبقى هنيجي نشوف الباقي ده بقى هيتخصم منه ايه؟ هيتخصم منه مكافأة مجلس الإدارة. والقانون قال لي إن مكافأة مجلس الإدارة لا تزيد عن 10% زي ما كنا لسه قايلين من شوية. يبقى مكافأة مجلس الإدارة لا تزيد عن 10%. يبقى بنيجي نضرب، لا لو فرضنا إنها 10% مكافأة مجلس الإدارة، نضربها في الباقي اللي إحنا أخيرا إن إحنا وصلنا له الوقت ده، نضربها في الباقي ده، نضرب ال 10% مكافأة مجلس الإدارة في الباقي ده هيعطيني مكافأة مجلس الإدارة. نطرح مكافأة مجلس الإدارة من الباقي هيعطيني باقي تاني أهو اللي هو ده. الباقي ده نيجي نجمع عليه الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، أو بيسمى بين قوسين احتياطي تسويق أرباح. يسمى بين قوسين احتياطي تسويق أرباح، بنجمعه على الباقي. طيب يعطيني هنا مجموعة، الباقي زائد الأرباح المرحلة هيعطيني مجموع، الباقي زائد أرباح المرحلة هيعطيني مجموع. هنيجي نحسب بقى، هنيجي نقسم من المجموع ده التوزيع الثاني على العاملين والمساهمين. بيكون محدد لي النسبة بتاعته، فرض انها 10%، يبقى اجي اضرب 10%. ناخد بالنا ال 10% دي هتبقى من رأس المال المدفوع، ال 10% دي هتبقى من رأس المال المدفوع. طيب ال 10% دي هنيجي نقسمها 90% للمساهمين، ده التوزيع الثاني اهو، 90% للمساهمين و 10% للعاملين، نجمعهم يبقى ده مجموع عندي اهو، ده مجموع عندي. نطرح المجموع ده من المجموع اللي فوق، نطرحه يعطيني الفائض، يعطيني الفائض. نيجي نقسم من الفائض ده اي احتياطيات نظامية اخرى هيعطيني الباقي اللي هو هيرحل الى احتياطيات تسويق الارباح، ويعطيني الباقي اللي هو هيرحل لحساب تسويق احتياطي تسويق الأرباح. وعشان الكلام ده لحد ما مبقاش يعني كلام قانوني نصيغه في شكل محاسبي شكل تطبيقي، هنقول إلى حد ما مش مفهوم أوي أو مش واضح أوي، لأن في جزء بيتخصم من أو بيتحسب على أساس رأس المال المدفوع، جزء بيتخصم أو بيتحسب على أساس الباقي. يبقى إذن يفضل إن احنا نشوف الكلام ده في مثال تطبيقي هو اللي هيزيد الفهم بالنسبة لنا. يبقى نشوف كده مع بعض المثال التطبيقي هو: فيما يلي البيانات المستخرجة من سجلات إحدى الشركات المساهمة
في 31/12/2018. هذا أعطيلي البيانات هي، أعطيلي البيانات أعطيلي البيانات بسم الله. هنشوف المثال. احنا قلنا عشان الكلام اللي احنا قلناه ده ما فيش، ما يبقاش يعني، ممكن ما يبقاش واضح قوي، لكن عشان نزيد الوضوح المثال هيزود الوضوح ديت وتبقى الصورة واضحة قدامنا. فده المثال بتاعنا هو في ميل البيانات المستحوذة من سجلات إحدى الشركات المساهمة في 31/12/2018، رأس المال المدفوع المصدر 5 مليون، رصيد حساب تسويق الأرباح 10,000 جنيه. فإذا علمت أن رصيد حساب الأرباح والخسائر اللي هو صافي الأرباح 1,500,000، ويتم توزيع الأرباح كما يلي: 1. حجز الحد الأدنى للاحتياطي القانوني 5%، 2. حجز 5% احتياطي نظامي، لأن كنا بنقول ده وفقا للنظام الأساسي للشركة 5%، يتم حجز 15% كتوزيع أول على المساهمين والعاملين، وتمثل حصة العاملين الحد الأدنى المقرر بقانون الشركات، وبين قوسين 5% توزيع أول والباقي توزيع تاني. يعني 15% ديت تبقى 5% توزيع أول والباقي توزيع تاني. طيب 10% مكافأة مجلس الإدارة، 30% احتياطي توسعات، المطلوب إعداد مشروع توزيع الأرباح العام للعام المنتهي في 31/12. 2. تصوير حساب توزيع الأرباح، 3. قيود اليومية. نيجي نشوف كده مع بعض. 1. توزيع الأرباح اللي احنا كنا بنتكلم عنه دلوقتي، هذا صافي الربح 1,500,000، 1,500,000. هنيجي نحسب بقى صافي الربح، نقسم منه 5% احتياطي قانون، يعني نضرب 1,500,000 في 5% يعطيني قيمة الاحتياطي القانوني اللي هي 75,000. طيب 5% احتياطي نظامي نضرب 1,500,000 في 5% يعطيني 75,000 الاحتياطي النظامي. نجمع الاثنين مع بعض، 75 و75 يبقى 150,000، 75 و75 150,000. طيب اطرح 150,000 دي من 1,500,000، يبقى عندي مليون، الباقي اهو 1,350,000، الباقي 1,350,000. طيب هنيجي نقسم بقى من الباقي ده، الباقي ده هنيجي نقسم منه بقى 5% من رأس المال المصدر، 5% من رأس المال المصدر، يبقى 5% رأس المال المصدر هتقولي في أول واحدة اللي هي ألفة رأس المال المصدر اللي هي ألف، خمسة مليون، يبقى ألف رأس المال المصدر 5 مليون. أجي أضرب 5% في 5 مليون هيعطيني 250,000، يبقى ده التوزيع الأول على المساهمين والعاملين 5%. ما هو إيه اللي كده في التمرين؟ أهو قال لي توزيع أول، توزيع أول على العاملين والمساهمين 5%. طيب بنيجي نحسب بقى، هذا 5%، 90% من 5% للمساهمين، 90% من 5% للمساهمين، يعني نضرب 90% في 250,000 يعطيني 225,000، يبقى ده 90% للمساهمين. 10% للعاملين، اضرب 10% في ال 250,000 هيبقى 25,000، يبقى ده 90% من 5% و10% من 5%،
جمعناهم 250,000، نطرح ال 250,000 من 1,350,000 اللي هو الباقي، هيبقى عندي الباقي الجديد عندي 1,100,000، الباقي 1,100,000. طيب الباقي ده هنيجي نحسب منه 10% مكافأة مجلس الإدارة، يعني 10% دي اللي هي مكافأة مجلس الإدارة هنضربها في الباقي اللي هو 1,100,000، هيطلع لي 110,000. نشيل 110,000 من 1,100,000، هيطلع لي الباقي الجديد عندي 990,000. 990,000 نيجي نضيف عليه بقى رصيد حساب تسوية الأرباح في بداية السنة اللي هو أعطوه لي 10,000، يبقى 990,000 زائد 10,000 هيعطيني 1,000,000. هيبقى من المجموع دلوقتي الجديد 1,000,000. طيب احنا لسه ما حصلناش بقى التوزيع الثاني، هو عطيني في التمرين قال لي 15% توزيع على العاملين والمساهمين، قال لي التوزيع الاولاني يكون 5%، يبقى معنى كده التوزيع الثاني يبقى كام؟ جبنا 10% ازاي؟ يبقى 15%، احنا وزعنا الاول منها 5%، يبقى الباقي منها 10%، يبقى هو ده التوزيع الثاني اهو، التوزيع الثاني 10%. نيجي نضرب 5,000,000 في 10% هيعطيني 500,000. 5,000,000 في 10% هيعطيني 500,000، يبقى هو ده التوزيع الثاني. 90% من ال 500,000 المساهمين هتبقى 450,000، و 10% العاملين هتبقى 50,000. نطرح 500,000 من 1,000,000، هيبقى عندي الباقي 500,000. طيب هو عطيني في التمرين قال لي هيبقى في احتياطي توسعات 30% اللي هي النقطة الخامسة، قال لي 30% من الباقي احتياطي توسعات، 30% من الباقي احتياطي توسعات، يبقى نيجي الباقي 500,000 في 30% اللي هو الاحتياطي، يبقى إذا عندي 150,000. يبقى الاحتياطي التوسعات 150,000، أطرحها من 500,000 هيبقى الباقي 350,000. الباقي اللي هو هيرحل إلى احتياطيات تسوية الأرباح 350,000. طيب المطلوب الثاني بيقول لي تصوير حساب توزيع الأرباح والخسائر. حساب توزيع الأرباح والخسائر هيبقى إيه؟ الجانب الداين صافي الربح اللي هو جاي لي من أرباح وخسائر 1,500,000 صافي الربح. الأرباح المرحلة من العام الماضي اللي هو أعطاها لي اللي هو حساب تسوية الأرباح 10,000، يبقى دول في الجانب الداين. في الجانب المدين هنحط التوزيعات اللي هو الاحتياطي القانوني، الاحتياطي النظامي، بعد كده بنجمع التوزيع الأول والثاني للمساهمين والعاملين. يعني بنسميها بالنسبة للمساهمين ده اللي هو التوزيع الأول والثاني، التوزيع الأول والثاني اللي هو كان 225,000 زائد 450,000 هيطلع 675,000. نفس الكلام بالنسبة للعاملين، التوزيع الأول والثاني هيطلع 75,000. بعد كده مكافأة مجلس الإدارة 110,000، احتياطي توسعات أو تجديدات 150,000. نجمع دول ونطرحهم من صافي الربح والأرباح المرحلة، هيبقى عندي رصيد الحساب اللي هو احتياطي توسعات 350,000 اللي احنا وصلنا له في مشروع توزيع الأرباح. طيب استنتاج القيود هنا سهل، احنا قلنا ممكن استنتج القيد بشكل سهل.
ازاي؟ هذا حساب توزيع الأرباح والخسائر. هذا الحساب بيكون مدين للحسابات الموجودة في الجانب المدين، وبيكون داين للحسابات الموجودة في الجانب الدائن. ثم بيبقى عندي قيد إقفال الحساب لوحده، لو احتياطي تسوية الأرباح. يبقى أول حاجة عندي إثبات توزيع الأرباح وحجز الاحتياطيات من حساب توزيع الأرباح والخسائر إلى مذكورين. إلى مذكورين. اللي هي كل عناصر، جايب لي كل عناصر الجانب المدين. بعد كده جايب لي إثبات صرف مستحقات المساهمين من حساب المساهمين إلى حساب البنك. إثبات صرف مستحقات العاملين من حساب العاملين إلى البنك أو الخزينة. إثبات صرف مكافأة مجلس الإدارة من حساب مكافأة مجلس الإدارة إلى البنك. بعد كده بيبقى عندي قيد إقفال الحساب اللي إحنا قلناه، اللي هي 350,000 من حساب توزيع الأرباح والخسائر إلى حساب تسوية الأرباح أو إلى حساب تجديدات، هو نفس المسمى، حساب تجديدات أو حساب تسوية الأرباح. يبقى بكده وصلنا لنهاية الفصل الخامس من محاسبة شركات الأموال للسنة الثانية شعبة المحاسبة والإدارة. نتمنى لطلابنا وأبنائنا في السنة الثانية التوفيق والنجاح بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.